السلام عليكم حياتي، ان شاء الله تكونوا كامل مناح صحتكم وصحتكم لاباس. انا الحمد لله. اليوم جيتكم فيديو جديد، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. من قبل ما نبداو خليو لي جيم كومونتير وعلو الجرس باش يوصلكم كل جديد. حياتي اليوم راني حندير معكم جواز لوبيا فصاص بسلطة طوماطيش باللحم، يجي بزاف بنين. على بالكم بلي دوكا وقت لوبيا تاع الفصاص صافي، نقدروا ما منشروها ونخبوها ان شاء الله رمضان اذا حيانا ربي. اللي كما قال واي فانت سمير راهي بون بري ومازال زيت تحبط ان شاء الله. الوغ الواحد يبروفيتي ويشري ويبدا يخبيها من درك. كيما شفتوني كنت غليتها، غليت اللوبيا تاعي مع دي ترونش تاع القارص، مور ما غلات يعني قطرتها وخليتها. عندي البصل هنايا مقطع هكذايا، ونعمل واحد خمس حبيبات ولا. عندي دي مرسو تاع البقري، طوماطيش مقطعة اون بتي دي هكذايا، سنينة تاع التوم، طوماطيش مصبرة. عندي هاد العكري الحلو اللي مخدوم في الدار، لي زيبيس، عندي الملح، فلفل الكحل، العكري، القزبر، راس الحانوت. يلا بسم الله نبدأ في الوصفة ديالنا. هنايا كنت درت الزيت خياتي ودرت اللحم تاعي يتقلى. انا نحب هذيك الريحه تاع اللحم كي يكون يتقلى ولا الدجاج، نموت عليها يا خياتي. ومن بعد هنا راح لو مورسو كيما حطيت البصل، دونك انا حطيت البصل كيما راكم تشوفوا وخليته يدبال مع هذاك اللحم. انا حنطيب كلش يعني كيف كيف، باسكو هذا اللحم طيب. فوالا هنايا كي يدبال لي البصل تاعي نرمي اللوبيا. نزيد الطوماطيش مع سنينة تاع الثوم والطوماطيش مصبرة، العكري وليزيبيس، نخلطهم كامل هكذا مع بعض. هنا كي تقلاو لي نجي نملق بالماء سخون ديراكتومون ونغلق على لا كوكوط ونخلي كل شيء يطيب. يعني راح يطيب لكم اللوبيا تاعكم واللحم زبده. قلت لكم وراهي وقتها خياتي، انا شريت شويه كميه هاني كما قال طيبتها، واني مخبيها ثاني في الكونجيلاتور. نقدروا ما نديروها ان شاء الله في رمضان اذا حين ربي. انا نحبها في رمضان تجي بزاف بنينه، وباش درتوها يعني تجي بنينه. فوالا هنايا جيت نحل باش نشوف نشوفها. دوك سي با لا بان نغلق عليها، نخليها برك تزيد تشرب شويه ومن بعد نولي ليها. وهنا خياتي جيت ندير معكم شلاضة تاع زروديا، تجي هايلة وبنينة. نقطع زروديا كما راكم تشوفوا باش نفورها، وهي تحب هذا البصل الطويل الاخضر. فوالا هنا ندير لها شويه تاع الملح باش ما طيب لناش بالسوسه. وشوية فلفل الكحل ونديرها تفور. من بعد هنايا نجي نقطع البصل تاعي، نديرلو شوية تاع الزيت ونخليه ابدي فيه يتقلى. هنايا مور ما تقلالي نجي بعد ما طابت الزروديه تاعي و نخلطهم هكذا كيف كيف. نزيد هنايا شويه تاع الزيت
الكروية، هي تحب الكروية، ونخليها تتقلى، زيد لها رشة تاع معدنوس كيما راكم تشوفوا. شوفوا هادوك لي كولور، جاو بزاف شابين، ونخلطها هكذا خلطة خفيفة، ونحطها في صحن التقديم. مع قطرة داخل وانا شوفوا خياتي راهي تشهي، شهيتكم في الجنة ان شاء الله. زيد لها معدنوس هكذا من الفوق، وراهي واجدة. دوك تشوفوا معايا الأطباق تاعي في صحن التقديم. هذه تقدروا ديروها خياتي كمقبلة، تجي تاني هايلة في رمضان. وهنايا هاي الكلوبيا تاع التفصاص تاعي بعد ما يعني شربت، ودوك تشوفوها معايا في صحن التقديم. هاي ليك جات روعة خياتي، اللحم طاب زبدة. نتمنى ان شاء الله تجربوا الطريقه تاعي. دو توت لي فاصون بلا تاع التفصاص ما كاش اللي ما يحبهاش، كامل نحبوها كبار وصغار، تجي بزاف بنينه. وهاي ليك الزروديه تاعي، زروديه مش رمله ولا شطاطه، زروديه كل واحد واش يقولها. انا هذه نقولها، حنا نقولها شطاطه زروديه، زروديه مش رمله، هذيك اللي نطيبوها في يعني بفلاصوص كامل. فوالا، وهنا خياتي كل حق لافين تاع الفيديو. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تاعي عجبوكم. ما تنساونيش خليو لي جيم كومونتير شباب كيما نتوما، بارطاجيو لا فيديو مع احبابكم وناسكم. في رعايه الله وحفظه، سلام.